الشاعرة وصلت. يسعد صباحك. صباحك. صباح الخيرات. تفضلي. شلون الصحة؟ يا أهلا وسهلا. صباح الورد. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباحك. شو كريمة، أكيد سمعتينا وإحنا قاعدين نحكي عن كيف في جيل اليوم على السوشيال ميديا قاعد بيدعي إنهم شعراء، لكن بالحقيقة بيكون شعرهم ركيك نوعا ما. شو رأيك بهاي الظاهرة؟ طبعا يسعد صباحكم. صباح. وصباح الشعر والإبداع والتألق. السوشيال ميديا باعتباري يعني اعتبرها للشباب هي فرصة لإظهار مواهبهم، بس كثير يعني من الشباب ما يعرفون قواعد اللغة العربية أو قواعد الشعر، يعني على مستوى التفعيلة الحر العروض. نعم، فاختلط الجيد غير الجيد. صح، السوشيال ميديا أعطت فرصة لكثير من الشباب يظهرون مواهبهم، وحتى اعتبر الشباب الجيل الجديد عرفوا الشعراء اللي ظهروا الآن على الساحة أكثر من الشعراء القدامى أو شعراء خلينا نقول شعراء الأصالة. شعراء نعم. يعني يمكن إذا هسه سألتي أي شخص من شعراء الشباب، تعرف زهير بن أبي سلمى، تعرف امرؤ القيس، تعرف جميل صدق الزهاوي، يمكن بعضهم يمكن سامعين بهاي الأسماء، بس يعرفون من هو؟ تعرفي كيف بيكونوا سامعينه؟ بيكونوا أخذين منهم ومنسبينهم أيام لألهم. والله يا ريت كتير. يا ريت لو ياخذون من عندهم على الأقل برا وبيحطون بيكتبون وبيحطوا. نعم. أنه هن اللي حاطينهم. هيدي مصيبة. لا تدري مهانية، هي وجهة نظر، بس يا ريت لو ياخذون من عندهم. يمكن لو ياخذون من عندهم على الأقل راح يعرفون مثلا هاي القصيدة شلون انكتبت، بأي تفعيلة، على أي وزن. بس بعض الشعراء لا، يعني يا ريت يقروا لهم مو ياخذوا من عندهم. بالضبط، أكيد، لأنه حتى لو عم ياخذوا إلا ما يلحقون من هاي الثقافة. بالفعل من هاي اللغة، رح يصير عندهم لغة، رح يصير عندهم لغة، رح يصير عندهم معاني مفردات كثيرة يقدرون ياخذوها. فضول لشرح الشعر، ورح يعرف مثلا هذا البيت شلون مكتوب، على أي قافية، على أي وزن، من خلال يمكن القراءة والمتابعة رح يصير عندهم على الأقل يعني مفردات، يمكن مفردات. مفردات مع نعم. كريمة، الإمكانيات اللي كانت موجودة للشعراء الجاهلية كانت أقل بكثير من الإمكانيات الموجودة دلوقتي، ورغم كده هم أشهر من الشعراء الموجودين. قبل عندما يولد شاعر بالجاهلية وكأنما انولد فارس، لأن هذا الشاعر رح يؤرخ التاريخ القبيلة مالته أو صح. عشيرته، يعني مثل يتباهون مثلا هاي القبيلة انولد بها شاعر. فشوفين كان حتى قبل عندهم كان سوق عكاظ، هاي مشهورين أشهر الشعراء بهذا اليوم يتبارون. فأي شاعر من هذا الشعراء اللي يقدر يبرز موهبته مقدرته. وثانيا الشاعر الجاهلي كان حتى غزل بالبيئة والطبيعة اللي عايش بيها. حتى شوف إذا تلاحظون أساميهم حجر، صخر، صح. فما كان عندهم لا تلفزيون ولا شيء، بس ولا سوشيال ميديا ولا حاجة، بس كانت الموهبة وكانت اللغة قوية. لغة الصحراء هي أو الجزيرة العربية خلينا نسميها هي اللغة الأصلية اللي نزل بها حتى القرآن الكريم. مزبوط. بس أنا فعلا نوار، يعني بتحسي أنت لما تقرأي مثلا شعر جاهلي قديم مخضر لشاعر مخضرم، وتقرأي شعر مثلا من هواة اليوم أو من شعراء اليوم، بتحس تقدري تلمسي الفرق بالمفردات. كثير. شو اللي تغير من هذاك الوقت لهذا الوقت لحتى انتقائنا للمفردات اختلف؟ الشعراء كانوا قبل يسمى ابن بيئته. شنو ابن بيئته؟ يمكن العادات والتقاليد اللي أخذها من أجداد أجداده، والمفردة واللغة القوية اللي تربى عليها هي اللي خلته عنده هاي الثقافة، رغم ما كانت عندهم هي مدارس. يمكن إذا كانوا يحفظون هاي بعد، خاصة يعني بعد الجاهلية انتشر الإسلام، اللي قدر يحصل يقرأ قرآن أو يتعلم القرآن أو الكتابة، بس اللي قبل لا، ما كانت عندهم لا قرآن ولا لغة ولا، فكانوا يتعلمون من بيئتهم والموهبة، فهيها كانت هاي الموهبة تسقلهم سقل. الآن الشباب يعني القراءة، وين القراءة؟ يعني يمكن قلة من الشباب، يعني الشباب أقصد البنات والأولاد. جيل الشباب يمكن كل 10 3 بيقرأ. والله يا ريت اذا 10، قولي من 100 اذا يقرا له يوم او بالشهر، خلي يقرا له
ورقتين ثلاثة للأسف. صح، فهاي كلش إلها أثر. يعني إحنا أتذكر يعني أساتذتنا من تخرجنا من كلية الآداب إحنا بالكلية ويا الدراسة مالتنا كانت عندنا يوميا بحث، ويا الكتب اللي نقراها، ويا الشعر، ومو بس القراءة، نحفظ يعني 200 شعر بثلاث أيام، ومن شعراء المعلقات. صح. سلام. بس كريمة كم الهائل من المعلومات طبعاً اللي بتكون ببالك. بس هذا الموضوع بيأثر على انتقائنا نحن للشعر، يعني حتى شعراء السوشيال ميديا هلأ مين اللي عم يشهرهم؟ ليش هم مشهورين؟ ليش أنا لما لاقي شعر ركيك لهي الدرجة ما في استعارة، ما في تشبيه، ما في معاني، ما في كلمات تغني فعلا تقولي والله أنا عم بسمع شعر عبر عن حالتي. صح. شو اللي عم بخليهم ينشهروا؟ هل أذواق الناس كمان تغيرت؟ كل شيء تغير، يعني هي ذوق الناس، وقلت لك السوشيال ميديا أعطت فرصة كثيرة وكبيرة للشباب، فطلع كثير من اللي خرب الذائقة. خرب الذائقة بحيث يعني بعض الأشعار حتى من تقريها يعني ما تعرفين هل هو نثر هل هو شعر. ده أنا كنت عايزة أسألك عنه، إزاي أنت بتقدري تقيمي ده؟ يعني أو مثلا أنت عندك خبرة، حد تاني هيقول واو ما أحلى شعر. أكبر دليل على كده انتشار أغاني المهرجانات، بطل في الشاعر بيكتب قصيدة زي زمان لأم كلثوم أو لكاظم الساهر يغني قصيدة كاملة. فالنظرة دلوقتي اختلفت تماما ما بين وسط الشباب، بقينا نميل أكتر لإيه الدارج، إيه البسيط، إيه السهل. ده بيحصل معاكي بتشوفيه كتحدي للشاعر؟ أكيد. لاحظي حتى المفردات اللي ياخذها الجيل الجديد من الشعراء، يعني مفردات يعني حتى ما تقدرين تسمعيها. بعض المفردات حتى بها إساءة للذوق العام. صح. للعادات والتقاليد لمجتمعنا. يعني أنا ما فد يوم سمعت، يعني ما أقدر، يمكن ما تحضرني أبيات بس من أسمعها يعني حتى ما أقدر أستسيغها. ما عدا ذكر الحبيبة بصورة يعني ما أعرف، يعني ما أعرفها خصوصا يمكن بالشعر الغزلي. إيهاب، أنا بس بعد في هيك بيت براسي قريته هديك اليوم بالمصري، بيقول لها يا أبو رمش بيجرح على سهوة ما تحطش سكر في القهوة. زين، وين الشعر؟ وين الشعر؟ وين الإبداع؟ وين اللغة؟ وين المفردة والمعنى؟ يعني أنا كثير من أصدقائنا اللي أعرفهم مو قصة حتى مو شعراء بس المثقفين يبحثون عن الكلمة. طب كلمة عايزين نسمع منك الموضوع. حاجة بقى كريم. نعم؟ لازم نسمع منك حاجة. شعر غزل أو شعر شنو؟ شعر غزل طبعاً. غزل ثلاث صبايا وأنا قاعد غزل. طبعاً رح أقرأ لكم قصيدة هاي على وزن يعني البحور. أوكي. وأقرأ قصيدة هي حر بس على وزن التفعيلة، فأكو بيهم يعني يستسلون الشعر الحر بس. أوكي. خاصة الشعر الحر من يكون به تفعيلة أحلى يكون، يعني حتى من تسمعيها تحسين به إيقاع، تحسين بها وزن وموسيقى. حلو اليوم، موسيقى وشعر وتمثيل، حلقتنا كثير منوعة اليوم. طبعا هاي ديواني من الديوان الخامس، إن شاء الله راح أطبعه. إن شاء الله. توفيق إن شاء الله. وأكيد لازم نأخذ نسخ الكتاب نضيفه لمكتبة صباح الخير إن شاء الله. أنا جابت لكم طبعا بس ديوان الرابع هذا، إن شاء الله أهدي لكم إياه. هذا تفعيلة، حور تفعيلة. حلو. بس هذا لا كليته عروض. أوكي. فأتذكر من كتابة شعر التفعيلة وكانت عندي إحدى الأمسيات، فكان حاضر دكتور بهجة الله يذكره بالخير، كان أستاذي بجامعة بغداد هنا بالشارقة، فإذا يقول لي كريمة يعني أنت يعني كلية آداب لغة عربية وأنا مدرسك، شلون تكتبين شعر يعني هو شعر حر بس تفعيلة؟ ما كان راضي على كتابتي. ليه؟ لا يريد العروض، يعني انت اذا كنت متمكنه من الكلمه ومن المفرده بتقدري تروحي الانواع الثقيله. بالفعل يعني يقول الشعر الحر الناس اللي ما عندها ذيك المفردات. صح. القويه. قصيده لك في العشق الخيار، تعالي كالغيوم بلا قراري، فلا ندم يفيد ولا اعتذاري، فسر الحب مجهول ولكن ستعرفه العيون مع النهار، سأعطيك القيادة في هواه وفيه ستأخذين هدي القرار، عطفت عليك أغلالا وحبا كنبض جاء من موج البحار، وأشرعت المراكب باشتياق وكان بدربكم يحلو
مساري وحارت في جنوني بعد عقلي شواطيك الندية باقتداري تمنع سرا بوحا ونشرا ونبض الحب يحلو في السرار ويمضي بين عينيك ارتحالي وتغريد الفؤاد صدى هزاري سترتجف العروق إذا ابتعدنا وتهطل بعد سري بالجهار خرائطنا تسافر كل يوم وترسم في النفوس وسع داري إذا كنت الغريقة في بحوري فماء البحر يطفئ وهج ناري شريعة حبنا تحنو علينا كما الأصداف في كنف المحار محاري سوري على فردوسك المنشود عيني تحاور بابه أغلى حواري الله 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 هاي قصيدة بالمحب بس إذا تحبون قصيدة بالوطن بس هم غزل مو هي ترى الغزل يتنوع مزبوط بس غزل في أعرف البحر اللي كتبتي عليها هذا هذا شو تفعيلاته هذا يسمى المزوج مفاعلة مفاعلة أي مو هي تختلف كلها مو هي البحر البسيط وحد التفعيلة مالته المزوج لا هي شغلة كبيرة أعرف أكيد درسناهم ونعرفهم وكانت ضمن مناهج دولة الإمارات وطبعاً البحور كنا نستمتع فيها جداً بالفعل هي التدرين العروض تعلم خاصة اللي يحب اللي يكتب الشعر تعلم الذائقة الحقيقية لأن هاي مو بسهولة تجي شكر لأبو الأسود الدؤلي اللي نظم لنا هذا طبعاً. العروض في شيء كمان طب رح تسمعينا شيء كمان هذا غزل بالوطن من شعر التفعيلة طبعاً مثلنا عجبتكم؟ طبعا كثير مفهومه المعاني؟ طبعا اوكي مفهومه وبترسم بخيالنا لوحه حسيت الاستعارات والوصف ايه يعني انا حسيت في لوحه ببالي شو رايك ايهاب حلو الشعر الغزلي؟ رائع صح؟ عم جرب عم جيب عم بمحي لي السكر في القهوه البرين ووش نبض وجداني من أين جئت إلى قلبي ووجداني والدمع منهمل يغلي بأجفاني كانت ببغداد أياما مضت عجلا وخلفت روحنا وهجا لنيراني كنا ملوكا نعيش العمر في ألق متوجين من النعم بتيجاني تأبى المسافات هيهات لقصتنا هيهات نسلو شذاها رغم أزماني في الروح تباريح الهوى سكنت كالماء موطنه ما بين شطآن شطآن دجلة والفرات الله كنت العيون التي ترنو بنظرتها ودجلة الحب منساق لخلاني لو كان حبك سجنا كنت داخلة قضبانه لأنفذ أمر سجاني لو كان سورك أحجارا وأعمدة لكنت أحسبه أزهار ريحاني وحين نار الهوى تعلو فأنت لها دفء يغرد في أعطاف أحضاني سيعرف الكون من نحن وقصتنا تضيء درب الهوى في عمره الثاني العمر لو مر لا عودا يحين له فلنجعل الحب فلنجعل الوقت حبا دون أحزان لا دمع في الجفن يبقى إن نظرت له كلا ولا تعرف الآهات أشجاني الله الله برافو 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 تسلمون بأثر بالعراق أي يعني أنا عندي ديوانين كاملة هي صح غزل بس غزلي بالعراق الله أحلى غزل وخاصة هذا الديوان زهرتان في زمن الأشواك يعني أعتبره أرخت به قصص حقيقية واقعية عن تاريخ خاصة يعني مسارة الأحداث بالعراق من 2003 إلى الآن يعني اللي يقرأ بتاريخ بفلسفه بقصص واقعيه من الحياه حلو ورغم يعني فيها غزل في غزل يعني
عم تستمتع وعم تتثقف وعم بتزور العراق من خلال ديوان. بالفعل. شكرا كثير لك، والعراق كانت ورح تضل إن شاء الله منبع للثقافة والجمال. شكرا كثير لك، كثير استمتعنا. بس شو رأيكم كمان نستمتع هيك موسيقى حلوة؟ أكيد لازم نسمع موسيقى حلوة ونطلع بريك يا نوار. ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي